جراحة القلب من أكثر العمليات حساسية، الكفاءة الجزائرية أضحى لها باع في هذا المجال. البروفيسور بورزاق مختص في غرس الشرايين، أشرف على أكثر 700 عملية جراحية خلال مشواره المهني. التجربة، الإنسان عنده تجربة، هذا ما كانش اللي يديرها في الجزائر العمليات هذو. المريضة هذه دارت 3 مستشفيات، بعتوها من رسالة من أحد أكبر المستشفيات في الجزائر العاصمة. قال ما عندهمش لاكول بيولوجيك، اللصقة هذه، ولكن ماهيش اللصقة، هي ما عندهمش الكفاءة من ناحية جراحة القلب في هذا الميدان. عندنا تقريبا واحد 150 مريض، أما في اللي باش نديروا التجميد بالإنسان هاكد عندنا 98. بصفة عامة توسع الشرايين الأبحر للديلاتاسيون لارت عندنا تقريبا 750 مريض هنا في هذا المصلح. عملية جراحية ليست كباقي العمليات، خاصة وأنها تعد الأولى في الجزائر، فغرس الشرايين بعد الإيقاف التام لدوران الدم في الجسد لم يكن متاحا من قبل في بلادنا. كنا استعملنا المبرد هذا 10 درجات فوق الصفر باش المخ يرتاح تماما، نركحوا هذا السيس كونابيل ليبوتيرمي بروفوند، هكذا كنقدروا نخدموا يعني متهنين. قد قعدنا 40 دقيقة حبسنا كل الدم، ما ولد قطرة دم تمشي في جسم الإنسان. خدمنا فرضنا هذه كمان وين لحقنا باش نديرو يعني الأناستوموز بين الشرايين الاصطناعي والشرايين الأبحر، هذيك لازمنا حبسنا لأنه كانت فيه التمزق ماشي حتى للصدر لتحت. البروفيسور بورزاق وغيره من الكفاءات الطبية التي تزخر بها الجزائر سيكون بفضلهم متاحا للمرضى الجزائريين للعلاج هنا دون الحاجة إلى التنقل للخارج.